السلام عليكم، مساكم الله بالخير. يمدحون هذه الخلطة الغرغرة اللي يوجع محلوقهم. الحين عاد موسم أمراض، فأحيانا الواحد ما يحتاج يروح المستشفى وكذا، بس يحتاج شيء بس يعني يطيب هالحلق الملتهب. فبسوي معكم هذه الخلطة ويمدحون يقولون زينة، وإن شاء الله الله ينفع به. طبعا عندي هنا الموية المغلية، بحط عليها شريحتين ليمون، عندي هنا مسمار مطحون أو قرنفل، عندي هنا ملح وشاهي على ملعقة صغيرة على ملعقة صغيرة كذا، تقريبا مقدار كوب كبير ماء، وأخليه يطبخ حول 5 دقايق 7 دقايق، بعدين أصفيه وأستخدمه غرغرة للحلق، والله ينفع به. وهذا هو بعد ما صفيته، طبعا صفيته عشان ما يصير فيه حثريب. خلاص اخليه يدفى، هم انه دافي يتغرغربه، والتفلون الله يكرمكم بعدين خلاص والله ينفع فيه. واذا صارت الكميه كثيره حطوه بالثلاجه عادي، بعدين سخنوا بالميكرويف ولا بش اسمه كنكه صغيره، واستخدم الغرغره فقط يتغرغر ويكبه.